سبريار. اهلا وسهلا بكم في سبريار. السلام عليكم. ميكرووند خويا؟ لا طابونه بابا. طقس ليامات ميكرووند بابا. اللهم قنا حر جهنم يا رحم الرحمين. والله لا شوف اسمع، هما اللي كانوا يعبدوا في الشمس قبل والله بالرسمي كفار، اقسم بالله كفار. وش ميتي يا برجولي؟ لا هما اللي يعبدوا في الشمس كان جاوا عداو نهارين بعدنا هنا راهم كفروا، راهم ولاو يعبدوا في الكليماتيزور. تقريبا دي 50 يا ودي في السنتيره، وش بيك تخرج ساقك من الباب الشمس تعضك. ما لا سخانه خويا والله، السخانه نتاع تحس انه ثقب الاوزون هبط يتف علينا على التلوث اللي عملناه في الارض. سامحوني في الكلمه. لا يظهر لي اسمع، الغلاف الجوي باعوه للاوروب في الاتفاقيه الاخرين. كنا نعيطوا وين البترول، وين البترول، تمشوا نعيطوا وين الغلاف الجوي. قال لك عاملين مع الاوروب سياسه الغلاف الجوي مقابل الغذاء. ايش مش عندنا غيره باش نبيعوه؟ وين الغلاف الجوي؟ جربي وين؟ حتى الغلاف الجوي يظهر لي قال لك مسخانه ولا ما عادش يخدم. قال لك ناويين يركبوا كليماتيزور للغلاف الجوي. الواحد بيت في ستال كلاسون خويا وما مناش كليماتيزور ينفخ وين ننفخ عليه. ومن بعد قال لي خويا اسمع عمل على روحك. قال لي برجلي الكليماتيزور، قال لي نحن لسنا حراس حدود لاي طرف، راه لاي طرف ان كان راه دبر راس. قال لي نحن نحترم المعاهدات، قال لي والمواثيق والكونترا ما بيناتنا والبروسبكتوس، لكننا نتمسك بسيادتنا. قال لي شنو هي الكليماتيزور؟ قال لي تحب انت 20 درجه في الدار وهي 60 درجه لبرا، مانيش امك صناف انا. راه قاعدين نطيبوا سله سله خويا. لا اسمع باش تطلع حاجه بنينه ياسر. او قال لك غساله النوادر عاد كبيره تصبي ان شاء الله تخلط علينا قبل ما نذوبوا. هذاك البارح في الليل خرجت راسي من الشباك عينيا فقس. وين طابونا خويا؟ لا طابونا ولا ربي يجيرنا ان شاء الله. والله العظيم هذه سخانه الدنيا، فما بالك بسخانه الاخره يا تارك سلاته. ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمنا خويا برحمته الواسعه خو الدنيا واخره. كل 11 تاع الليل قايله حنانيه، 11 تاع الليل قايله حنانيه. قال لك الشمس في الساحل خرجت عيطي، لا رجوع على الوراء. والله قد ساتعاقبكم فوق الارض وتحت الارض وفوق السماء ولو في اعماق الاعماق. حتى عندي انا صاحبي يفهم في امور الطقس، هو جويستك هو مغروم ياسر بالريق البارد. قابلنا البارح في الساعه بارده منا للجلاسون، قال لي تونس ترابها سخون. اي قلت صحيح صحيح، هذاك علاش تونس يلزمها شلاكه باهيه راهو باش تمشي فيها. لا قال لي قلت لك تونس ترابها سخون. اي قلت فهمتك. ما هذاك هو الشونجمون كليماتيك يلعن ويخزيه. اش مازال فيه السيف؟ قلت له يا راجلك هو يا ودي. قال لي فهمني، قلت لك تونس ترابها سخون. اي قلت اش بيك شاعل فيا سامحني، سخانه ربي وسخانه عباده. قال لي ما في بالكش بالخبر السخون؟ لا قلت له انا ماني بردت على الاخبار ملي ولاو يسخنوا في البيت. قال لي عام السنه السخانه باش توصل لاكتوبر. يا لطيف قلت له خموش جويل يا اوت ونلبسوا الكبوت. لا قال لي عام السنه سخون خاصه الاشهر هذوما الفواره طالعة على الغادي. فاش قام قلت له خموش اللي كانوا مسخنين الجو حطوهم الكل في بيت سخونه. قال لي رغم ذلك جماعه ما بردتش. قال لك يسخنوا في الدرابك على نوبه جديده. بربي سامحني قلت له خموش ناويين على القليله يبردوا القايله؟ قال يا اخي ما في بالكش حتى القايله الغاوها واللي شدوه يقيل يهزوها بارده وسخونه وترسلوا معادي الصيف في المنطقه الساخنه. شنو قلت له راك بردت لي قوامي اخي البلاد وقتاش تبرد؟ قال لي هنيني انت ساعه لكن الكعبات اللي مديتهم لك بردوش. بعيش قلت له راك قاصد فريجيدار كبيره. قال هذيك الفائده هاتنا نتبردوا نحن وخلي اهل البلاد في البلاد. قلت له زعما تبرد بعد اكتوبر؟ قال لي ننصحك خلنا نتلاهو نحن نبردوا على قلوبنا قبل ما تسخن علينا الاحداث. شنو قلت له اسخن هكا يا ودي؟ قال لي الكعبات بردين. قلت له بردين. قال لي هذا كيفاش يلزمنا نكونوا لاهين؟ الباقي الكل سخانه ما تعنيناش. قلت له اش نعملوا يا مخشاش؟ قال لي صب ما داموا بلاش وانا هاني صابر وبرا.